اهلا وسهلا ومرحبا. كاين واحد ضجه قالوا لي في المغرب، في المغرب وفي الخارج، ملي علموا بديك ما غيكونوش ديك الاحتفالات ديال عيد العرس، الناس بداو كيتسالوا شنو وقع، شنو عاود الكوفيد بحال كان قال هذه واحد جوج الاسابيع او ثلاثه الاسابيع، قال لك الملك مريض بالكوفيد، الملك ما مريض بالكوفيد وما كانش عنده الكوفيد، الملك ما يقدرش يكون عنده الكوفيد، مستحيل، هذيك كتسمى مرض دبلوماسي، الملك مريض، مريض، مريض المعقول، ولكن ما عندوش الكوفيد. دونك أنا من هذه واحد جوج ثلاثة الأسابيع كيعيطوا لي شي سميو أصدقاء أو زملاء، قال لك حنا شفنا الملك وقع له شي حاجة، ما فهمناش اش كاين عندكم. قلت لهم انا ما عندي خبر، انا ما عرفش واش الملك مات ولا ما مات، ولكن ولا كان غادي يكون مات غادي يعلموا به، ويقدر يصبر واحد يومين ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام، ولكن ما يقدروش يبقاو صابرين شهر ولا جوج الاسابيع. انا كيبان لي الملك باقي في الحياه. حسيت كاع بعث لي واحد الفيديو ديال واحد السيد قال لك الملك حيدوا له من يده صمصم الحكم وعطاوه سميتو ديك الامير الحسن، حيدوا له في باريس. قال لك الامير طلع في الطياره معاهم دغازولي وهما غادي المغرب وصافي وغادي يعلموا الحسن الثالث. قلت له انا ما شوف ديك الفيديو، قلت له انا ديك الفيديو خرج فيه واحد طوموبيلات كحال خارجين وداخلين في القصر، والله الا عيط لي واحد مسؤول كبير، مسؤول كبير اجنبي. قلت له انا اخي انا ما عنديش هذا الخبر، هذا ما كنظنش. علاش عندها زولي ما كيتكلفش بهذا الشيء؟ عندها زولي يقدر يتكلف تصهيونيت وإسرائيل بشي حوايج أخرين، فرنسا أكثر من إسرائيل أندريا زولي، ولكن باش أندريا زولي غادي يشدك صمصم الحكم وغادي يمشي مع الحسن الثالث ولا الحسن باقي ما علموا به، ديك الأمير الحسن غادي يمشي المغرب في الطيارة صافي. قلت أنا ما كنظنش أندريا زولي دابا ولا شنو، أندريا زولي ما بقات عنده قيمة، القيمة اللي عنده هي الديانة ديالو، يهودي، هذا النظام ديكتاتوري بغي يبين لأوروبا والولايات المتحدة لا هو عنده مستشار يهودي، أما هو ما بقات له قيمة. هذه واحد السنوات كانوا خرجوا واحد الخبر واحد الجريدة إسبانية قال لك أندريا زولي كيعيط لديك التجار ديال الجملة يهوديين إسبانيين في سبتة وكيقول لهم دخلوا المغرب، دخلوا المغرب حنا غنعاونوكم ما تبقاوش في سبته. انا مستشار الملك، مستشار ديال الملك كيعيط للتجار ديال الجمله، انا الحق انا عاود تما ما بقات عنده القيمه اللي كانت عنده قبل مع الحسن الثاني. قلت لهم انا ما كنظنش ان اندريا زولي غادي يقدر يتكلف بهذه القضايا ديال الخلافه الملكيه، ما يقدرش، ماشي ما كنظنش، انا شوي سير. انا ديك الناس ديك الاولانيين اللي جابوا الخبر على الحسن الثاني مات، كانت واحد النهار ديال الجمعه 23 يوليوز 1999، كنت غادي في الطوموبيل بين الدار البيضاء ومراكش، كنت في الطريق انا غادي باش نشارك واحد المؤتمر السنوي كنا كنعملوه في مراكش في ديك الوقت اللي كنت رئيس التحرير ديال مجله لو جورنال. وانا غادي في الطريق وعيط لي واحد الاخ، واحد الصديق، كان تيق فيه بزاف، عيط لي قال لي وفينك؟ قلت له انا هنا غادي لمراكش. قال لي واشوف؟ قال لي ارجع مشيت لمراكش. قلت له واش لاباس؟ كان عيط لي بين 3 العشية والخمسة،
قالت لي قال لي شوف مول الأمانة دا أمانته، أو إلا قدرتي ترجع لدارك رجع لدارك وشد عليك. بعد سيت ما نقدرش نعطي السمية ديالو باسكو بلا ولا ما عطانيش الإذن باش نخرج الاسم ديالو، ما نقدرش نعطي السمية ديالو. قلت له هادشي صحيح؟ قال لي هادشي صحيح. مالي مع السلامة، حضي راسك. وقطع تليفون. وانا جريدة في ديك صافي، حنا عندنا جريدة اسبوعية، انا عندي واحد الخبر بحال هذا، السيد كنثق فيه 100%، عطاني هذا الخبر. الحسن الثاني مات، ما قاليش هو في التليفون الحسن الثاني، ماشي يقول لك مول الأمانة دا أمانته ورجع بحالك ومشي دخل لدارك وشد عليك. كان في ديك الوقت كانوا الناس خايفانين، خايفانين كانوا الناس، خايفانين تقلب الدنيا. اللي مات هذيك الحسن الثاني كان الناس كيقولوا صافي غادي تقلب المغرب، غادي تقلب، غادي يموتوا الناس، غادي ايوا. حنا عندنا الاسبوعيه صافي، كنا خرجنا العدد الاخر سنوي، وعندي واحد الخبر بحال هذا، خبر زعما مؤكده ما فيهاش اللعب، ما فيهاش اللعب. وشنو عملت؟ عيطت لكلود جوفينال، المرحوم كلود جوفينال اللي كان هو في ديك الوقت مدير ديال المكتب لاي اف بي في الرباط. عيطت له قلت له عندي واحد الخبر اللي غادي يهمك، انا ما نقدرش نخرجو. اولا عندي اسبوعيه وهذا واحد الخبر خصو يخرج ديك الساعات. ثانيا حنا صافي العدد الاخر ديال الجورنال خرج ولا كان غادي يخرج، دونك ما نقدرش نخرجو. وانا ماشي في الدار البيضاء، انا ما كان المقر ديال المجله في الدار البيضاء. قلت له انا ما نقدرش نخرج هذا الخبر، الحق نعطيك واحد الخبر ثقل. حسن الثاني مات. قال لي مات هو في الرباط، المكتب ديالو في الرباط، المكتب ديال لاي اف بي. هما الخبر اللي عنده في لاي اف بي حنا بزاف المرات ما عندناش. قال لي توي سور؟ قلت له سور 100%. حسن الثاني مات. قال لي انا غنشوف. قلت له شوف صغ براسك، باسكو انت غتكون الاول كاع في, في, في العالم اللي غتخرج هذا الخبر. قال لي واش كعطاك هذا الخبر؟ قلت له انا ما نقدرش نعطيك السميه ديالك ولا عطاني الخبر. معاك لا سورس، قلت له الي اولترا بون. ايوا هي هذيك، ما عرفتي واش هو الاول ولا الثاني، واش لايف بي هي الاولانيه ولا الثانيه اللي كتخرج الخبر ديال البنت ديال الحسن الثاني. هو كان عيط لشي ناس وديك الناس اكدوا له، شي ناس ديالو، شي ناس في القصر الملكي ديال الرباط. دونك هادشي باش كنقول لكم، نهار اللي كيكون عندك واحد شي خبر حنا ما نخبعوهاش، علاش نخبعوه؟ نخبعوش نخرجوه، ولا ما نقدرش نخرجوه كنعطيوه لواحدين اخرين، حدين عندهم الامكانيات باش يعملوا ديك الغوكوبمون باش يشوفوا واش صحيح ولا ماشي صحيح. لاق الخبر هذا كيخرج. حنا كنعرفو قدكم محمد السادس مريض، مريض بالمعقول نقدر نقولوا، ولكن ما ماتش. جات واحد الازمه، لاق ما ماتش. حنا ما كان عندنا هذا الخبر ديال الموت ديال محمد السادس، نخرجوه، ما غاديش نخبعوه. علاش نخبعوه؟ بحق كاين واحد الخدمه اللي الصحافي خصو يعملها، هو اللي كنقولوا فرنسي لو غوكوبمون، خصنا نعيطو باش ناكدوا الخبر واش هادشي صحيح ولا ماشي صحيح. وانا هادشي اللي عملت، ملي شفت الناس كي لا لا حنا عندنا الخبر هذا ثقل، ولا هذا الخبر عندك مثقل مشي اخي خرجوه، ولا دفعو عطيه لو موند، ولا عطيه فهمتي الواشنطن بوست، ولا عطيه الباريس، ولا الموندو، ولا لا ريبوبليكا في ايطاليا يخرجوه لك. ولكن حنا هذا الخبر انا ما عنديش هذا الخبر. الخبر ماشي صحيح، كاين شي حاجه صحيحه بالحق. لو بوين اسونسييل، النقطه الرئيسيه هو محمد السادس مات. هادشي ماشي صحيح، هذا غيموت بيزو، غيموت وانا كمان غنموتو. ولكن هذه جوج ثلاث الاسابيع السيد ما ماتش. وملي شفت الناس كيعيطوا عاود كيعيطوا، لا 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 قول لنا، لا 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 كاين شي حاجه، كاين شي حاجه. هاد اليوتيوبر خرجوا شي حاجه. قلت لهم انا شوف اليوتيوبر ماشي صحافيين، يقدر يكون عندهم ديك الخبر صحيح، لا
حق ماشي صحفيين، صعيب بس تكون عندك واحد الخبر بحال هكا، صعيب صعيب صعيب. انا شنو عملت؟ انا عملت بحال كامل الصحفيين، عيطت لواحد واحد السيد، واحد صحفي فرنسي فرنسا، هو رئيس ديال واحد لاسيكسيون ديال واحد جريده مهمه تما في باريس، كيتكلم بديك كي اسمحوا لي كيتكلف بديك المقالات ديال التأبين، ديك لي نوتيس نيكرولوجيك. نهار اللي كيمرض شي واحد كيكون عنده شي مرض خطير ولا ماشي خطير، نهار اللي كيحسوا ديك السيد يقدر يموت، بعد دابا ديك لا نوتيس نيكرولوجيك ديك المقال التأبين ديال فرانسوا ميتيران كانوا صوبوه الناس شي 10 سنين قبل ما يموت، كيزيدوا كل شهر ولا كل عام كيزيدوا شي حاجه وكيوجدوا مقال ديال التأبين، مات هاد السيد فلان هل اللي عمل وهل اللي ما عملش، وهذا النهار اللي كيموت كيزيدوا كيقولوا ها مات في النهار فلان فلاني. حنا في المغرب لا، حنا في المغرب عندنا كيموت اليوم صافي الله يهنيه بالسلامه بالسلامه، جوج كلمات الوغ مقال التأبين ديال شي واحد خصو يكون مطول. دونك عيطت لهذا الزميل، هذا الزميل سولته قلت له كيعيطوا لي كيقولوا لي هذا الشيء وهذا الشيء صحيح وهذا شنو كاين، شنو انت عارف شي حاجه؟ لان ما عندي حتى شي خبر بحالي بحالك ولكن غنسول. ايوا فات واحد الوقت شي ساعه ولا ساعتين المكان وعيط لي قال لي شوف انا الخبر اللي عندي هو هذا، الملك ديالكم جا لفرنسا ما مشاش لديك القصر ديال بيتس ديالو اللي عنده في ديك نواحي باريس في الديبارتمون دو لواز، مشى لديك الدار ديالو الجديده اللي عنده في واش جديده ولا قديمه اللي عنده في باريس، وجا دوز 4 ايام قال لك هذيك 4 ايام كان كيخرج بالليل كيمشي يتعشى ولا كيمشي نشط مع راسو، وقال لك النهار الخامس جاتو واحد الازمه، جات واحد الازمه النهار الخامس ملي كان جا لفرنسا، جات واحد الازمه وضخ ضخ ضخ ما عرفناش واش سخف ولا، وقال لك والدنيا تقلبت عنده تما في الدار في باريس، تقلبت الدنيا. اول شيء قال لك الملك عنده شي حاجه، الملك كيموت، الملك هذا كيبان لي هذا الخبر هو اللي وصل اليوتيوبرز، اليوتيوبرز هما اللي خرجوا هذا الخبر ديال الملك في الكوما، الملك مات، الملك هما اللي خرجوا هذا الخبر، ديك الخبر وصل لهم ماشي هو هذاك شي واحد تما واحد صغير قال لهم الملك داخ صافي مات ولا دخل الكوما شي حاجه. دونك لوريجين ديال الخبر غادي يكون صحيح، بالحق الملك جاتو غير واحد الازمه، علاش الملك كيدوخ، الملك ما كيقدرش كاع يبقى يخلف بزاف، ما يقدرش، ما عندوش ديك الامكانيات باش يخلف بزاف، هادشي ديال الاحتفالات ديال عيد العرس اللي ما عملوهمش، الملك ما يقدرش يبان ولا يخرج من فوق ديك الخيل ديالو فهمتي، وفي الساحه في ديك الساحه التطوان ديال القصر الملكي التطوان يقدر الملك يطيح. دونك انا من ديك ملي هاد السيد هذا اكد لي قال لي شوف ما كاين لا موت لا والو، السيد مريض سخف، واش ديك الشيء كان صعيب ولا ما كان صعيب، هذه ما عنديش انا الخبر، ولكن في ديك النهار اللي سخف الملك تقلبت الدنيا في ديك الدار ديالو في باريس، وصلنا فين خرج ديك الخبر قلت لكم وشدوه ديك اليوتيوبرز وان شاء الله. عاد دابا اليوتيوبرز كاين واحد 4 ولا 5 ديال اليوتيوبرز قولوا كاع واحد 3 مضيقين بزاف النهضه، مضيقين بزاف 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 بزاف، عاد المغاربه كيتيقوا اكثر من اليوتيوبرز كم الصحافه ديالهم. انا هاد اليوتيوبر الناس اللي كنعرفهم الناس اللي كيقدر دابا يتصنت لي كنشرح له قول له شوف ما تقتلوش المصداقيه ديالكم، الناس في المغرب كيتيقوا بكم. دونك انا مشيت سولت شنو مالو، شنو ملك المغرب في الدول الاخرين غادي يكون الملك مريض ولا رئيس ديال الدوله خصو كيعملوا واحد الفحص طبي وكيخرجوا كيبين الناس السيد كيحكم على واحد الدوله
خصو الناس ديالو خصهم يعرفوا واش مريض واش ماشي مريض، وديك المريض واش خطير ولا ماشي خطير. احنا في المغرب حق قلتكم كتقول الملك مريض كيدخلك للحبس. على هادشي اللي كاين واحد المشكله كنعاود عاود بين النظام، بين المخابرات المغربيه وواحدين ديال اليوتيوبرز. المغاربه مابقاوش كيتيقوا في الصحافه ديالهم، الصحافه ديالهم ما كتكلم على والو، الوغ كل المرض ديال الملك مهم للمغاربه. المغاربه خصهم يعرفوا، خصهم يعرفوا باش يعرفوا بالديتاي شحال عنده ديال الجلوبيل روج، شحال عنده ديال الجلوبيل بلون، شحال. لا لا لا، خصهم يعرفوا واش الملك يقدر يحكم ولا ما يقدرش يحكم. بقيت كنسول هنا وهنا، لقيت واحد جوج ديال الاحتمالات، جوج ولا وحده، وحده فيهم ديك الجوج. الاولانيه بحال كنكتبها واحد الزميل كنخدم في، لا لا ديك باقي دابا هو المراسل ديال جريده الموندو في اسيا، واحد صحفي مهني. كنعمل واحد الخدمه اللي خصهم يعملوها الصحفيين كاملين. نهار اللي كان الملك في 2018 كذا، اللي كنعمل شي عمليه جراحيه، كان هو شنو عمل كصحفي، مشى لباريس، كان هو المراسل ديال الموندو في المغرب، مشى لباريس، مشى لديك لا كلينيك، بدا كيهضر مع الناس باش يدخلوا. قال لهم انا صحفي باغي هذا الخبر، لا دابا يقدروا يعطيوه لك. مشى شي واحد استاذ جامعي، هو عطاه واحد الديتاي. استاذ جامعي عيط لشي ناس كيعرفهم في ديك المصحه اللي كان فيها الملك كنعمل فيها العمليه. وديك السيد اللي مشى عنده قال له شوف، انا اللي كيقولوا لي الملك فيه واحد المرض سميتو ساركويد. ايوا قال لهم هذا واحد المرض فهمتي كيهجم على رئتين، فهمتي رئتين ديال الشخص، كيهجملو على الجلد ديالو، كيهجملو على العينين ديالو، كيهجملو على القلب ديالو، القلب وعلى شي 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 وعلى شي حوايج اخرين. تي هو كان خرج هذا الخبر كنكتبو وعطى هذا الديتاي. هذيك الوقت ما المغرب ما جاوبش. هادشي اللي كان تكتب في جريده الموندو ما جا حتى شي يبين تكذيبي كيقول هادشي اللي كتب هذا الصحفي ماشي هو هذاك. وديك الصحفي كان ساكن في المغرب في ديك الوقت. عاود شي فهمتي شي واحد لي سورس اخرين، واحد الناس اخرين، او حتى هما مقربين من شي اشخاص عندهم شي فهمتي عندهم شي علاقات مع النظام المغربي. الخبر ديما كيخرج من هاد الناس هادو، ما كيخرجش من شي جهه اخرى. قالوا له الملك عنده المرض ديال هاشيموتو، هو واحد مرض كيكون في اضطرابات هرمونيه. علاش الساركويد و مرض ديال هاشيموتو حتى هما عندهم شي علاقه مع الهرمون؟ كيكون عندك شي مشكل في ديك الهرمونات ديالك فهمتي، هو كيجعلك عندك اما المرض ديال هاشيموتو اما المرض ديال الساركويد. وحنا غنجيبو دابا غنتكلمو، اما يقدروا عندك بجوج بيهم ولا كاع ثلاثه بيهم. دونك ملي كيكون عندك هذا المرض ديال هاشيموتو كيهجم لك على اجزاء متعدده من الجسم ديالك. بحال دابا كيعطيك العيا، ولا كيعطيك الزياده ديال الوزن، ولا عقلتو الملك نهار اللي كنطلع للعرش كان ضعيف، وفات واحد الوقت وتنفخ بزاف، تنفخ بزاف. هذا المرض هاشيموتو كيعمل هادشي هذا، ولا كاين عندك شي صعوبات في تحمل ديال البرد، ولا عندك الالم في المفاصل ولا العضلات، عندك امساك فهمتي، عندك ضربات القلب. ومن سبب الملك عمل عمليه على القلب، وكيهجم لك حتى هو كيهجم لك على رئتين ديالك، اما ديك الرئه وهذيك وحده ولا بجوج بهم. هذا المرض هاشيموتو. ولكن ملي سولت واحد الاستاذ جامعي هنا في واحد الجامعه في برشلونة، قلت له انا شوف واحدين كيقول لي الساركويد، الاخرين كيقولوا لي هاشيموتو، انا ما عرفتش، انا بغيت نعرف واش هذا. جاوبني قال لي شوف، قال لي كيتشابهوا بجوجهم بزاف،
زاد بزاف بهم، قال لي المرض ديال الساركويد والمرض ديال هاشيموتو كيتشابهوا بزاف، عنده لي ميم زيفي، كيعملوا براتيكمون لي ميم زيفي، كيهجموا لك على العينين ديالك، كيهجموا لك على لي بومون ديالك، كيهجموا لك على بزاف ديال الاعراض ديالك ديال الجسم. هذاك وقال لي، وملي عاودت له قلت له لا الحق انا كيبان لي عنده هاشيموتو، باسكو انا كنعقل ملي كان ضعيف وفات واحد الوقت ومريض وتنفخ بزاف، وهاشيموتو كينفخ عباد الله. قال لي والحق دابا الحاله ديالو كيفاش عامله المعالي؟ قلت له الحاله ديالو دابا فهمتي واحد شويه كيبان لي ضعيف، هاد السيد ضعف بزاف وهذا. وقال لي شوف انا غائد ديالي هو هاد السيد، هاد السيد المريض عنده جوج الامراض. قال لي هاد لي مالادي اوتو ايموني، قال لي كيقدر يكون عنده وحده، يقدر يكون عنده جوج، يقدر يكون عنده ثلاثه ولا اربعه، فهمتي وحده كتحل الطريق الاخرى. قال لي يقدر يكون عنده هاشيموتو ويقدر يكون عنده ساركويد، يقدر يكون بدا بهاشيموتو وتزاد عليه الساركويد، فهمتي. قال لي انا عندي بزاف الناس عندهم هاشيموتو هذه 20 سنه، هذه 30 سنه وباقي مزيان مع راسهم. قال لي كي عندهم سبيسيالمون كتكون عندهم شي مشكل هنا في التيرويد ديالهم هنايا، يقول لك واحد فهمتي، واحد كنقولوا حنا باستيه، واحد الدواء في النهار كيشرب ما عنده حتى شي مشكل. الحكي جملو بزاف بزاف على التيرويد، ولا كيكون خرج له من التيرويد. وانا قال لي انا كيبان ليا ولا الحاله ديالو صعيبه، يقدر يكون ساركويد هاشيموتو والساركويد وشي حاجه اخرى. انا ما قدرتش نقول لك ولا ما عنديش، ما شفت الدم ديالو، ما عملتلو شي دي زاناليز بوسي باش نعرف انا هادشي. هذا انا عارف الملك عنده مشكل، ما عنده مشكل ما كيتنفس مزيان في ديك الرئتين ديالو، في ديك لي دو بومون ديالو، ما عندوش الملك، ما عندوش شي كانسير ولا شي حاجه اخرى، عنده هاد المرض كي دوريجين هرمونال. عندكم واحد الخبر اخر باش نفضيو هاد الفيلم، هاد الفيديو هذا الاخير، ماشي الاخير غير دابا ديال هاد السيمانه الجايه ان شاء الله غنتكلموا على ديك الحرب السريه بين الاخوه زعيتها والمخابرات المغربيه وشي افراد من العائله الملكيه. نعطيكم واحد الخبر باش تشوفوا كيفاش عملنا باش حنا وصلنا له. هذا هو الى هذا القرن اللي كانت عندي دوما ماجازين، كان ديك وزير الداخليه طريس البصري كان باقي في المغرب، ما كانش وزير الداخليه، كان صافي كان جرى عليه محمد السادس. هذه عاود سينا نعاودوا علاش محمد السادس جرى على طريس البصري. بشويه بشويه تصبر، حنا غادي بشويه بشويه، حنا الفيديو ديالنا كندوزو فيهم بزاف الوقت، حتى كنعطيكم ديك الشيء مطقطق فهمتي، ماشي كنا فيديو صعيب. اليوم كنقول غيفوت واحد الشهر غنقول لكم بي الخبر هذاك الخبر اللي عطيتكم قبل، غيكون بي لا الفيديو ديالي، قلت لكم انا نقدر نخطا واحد 10% واحد 7-8 هادشي عادي، انا ما عنديش دوكيومونتاريس، انا كنعمل كل شيء، ولكن الخبر اللي كنعطيكم كيكون مأكد 90%. دونك انا في اوائل هذا القرن ملي كانت عندي دوما ماجازين، وحنا عيط لي واحد السيد، دابا نعطيكم شي ناس السميه ديالو، ماشي هذاك اللي عطاني هذاك ديال الموت ديال الحسن الثاني، لا هذا واحد اخر، هذا مدخل هذاك الشيء ديال العائله الملكيه فهمتي. عيط لي قال لي تليفون، وهذا ما كيخافش حتى هو، العائله الملكيه عيط لي في التليفون، عيط لي في البورتابل. وطب كان الجنرال حميد العنيقي كان الشاف ديال الديستي، كان مسجلنا كلشي 24/24. عيط لي قال لي شوف في لكدال جات واحد السياره ديال الديستي، او هجمت على واحد السياره، حبست واحد السياره ديال الرئيس البصري في لكدال، ياك وكان فيها الشيفور ديال الرئيس البصري، ياك وكان فيها الحفيظ ديال
رئيس البصري، وجات ديك السيارة ديال تيستي، وقفت السيارة هذه ديال رئيس البصري، ما كانش فيها رئيس البصري، وخرجت الشيفور ديالو وداتو، ما قاليش هو واش داتو التماعة ولا ما داتو التماعة ولا داتو شي موطع آخر، وداوه وسمحوا في الحفيظ ديال رئيس البصري. كان بيبي، بيبي كان صغير، بيبي خلاوه بوحدو، طوموبيلة موقفة، موقفة في الزنقة، في واحد البيبي كيغوت، والديستي شدت ديال الجينيرال حميد العنيقري، شدت الشيفور ديال رئيس البصري. نعطيكم السمية ديالو، هو السيد كان باقي سميتو بونو، وداتو واحد البلاصة كتفوه، فهمتي، داوه لشي بلاصة باش يعذبوه، باش يخرجوا له شي خبر على رئيس البصري. كيف سمحوا في الطوموبيلة خاوية فيها واحد البيبي؟ يقدر ديك البيبي يخرج من الطوموبيلة ضربوا شي سيارة أخرى في الزنقة في الأكدال. هاد السيد عطاني خبر، قال لي أنا نقول لك شنو كاين، كاين ما نقدرش نقول لك علاش داوه، ما نقدرش نقول لك شنو وقع دابا، أنا كنعطيك الخبر. إيوا قال لي دابا عاد وقع، هادي واحد الساعة لما كان قلت لكم السيارة ديال رئيس البصري، الشيفور ديالو بونو كان مع الحفيد ديال رئيس البصري، جاو هزوه داوه واحد البلاصة، طلعوا على العينين ديالو وعذبوه باش يخرجوا منه شي خبر. أنا عملت الخدمة ديال الصحافة اللي كنعملو حنا، الخدمة الصحافة شنو هي؟ أنا شديت التليفون عيطت لرئيس البصري، قلت له سي دريس أنا عندي هاد الخبر. قال لي شكون عطاك هاد الخبر؟ بقى ساكت ساكت ساكت، واحد رئيس البصري بوليسي كبير كيعرف كيسجلونا، بقى ساكت. قال لي أنا منقدرش نتكلم بعد دابا، وقطع. شنو عملت أنا؟ كانت عندي عاود شي ناس كنعرفهم، شي ناس قراء ديالنا عندنا في البوليس، ماشي البوليس السياسي، قلت لكم هذوك ديال هذوك الى الجحيم هذوك ان شاء الله، البوليس السياسي ديال ديستي وديال ديال لاجيد وديال ديك المغدا ولا ديال البوليس ولا شنو، انا هذو بوليسيين عرفتي كيكونوا المتتبعين ديالنا، الناس كيكون قاريين و عرفتو كيتعاطفوا معنا، واخا ما متفقينش معنا في كل شيء. شفت واحد السيد ما كاين لا تليفون لا والو، هاد الناس هادو كنا كنتكلموا معاهم، عندنا واحد لي كانو ديالنا ما نقدرش نقول لكم كيفاش. سولت واحد السيد قلت له شوف وقع هاد السيد هادشي في ديك النهار، قلت له انا رئيس البصري اكد لي بلا ما ياكد لي، قال لي بلاتي نشوف لك انا. سول بس تعرف البوليس، سول ديك البوليسي ديال لا سيركولاسيون اللي لقى السيارة ديال رئيس البصري موقفة في الطريق، والحفيد ديالو مسيب تما، مسيب مسيب داو الشيفة. قال لي قالوا لي انها الطوموبيلة ديال رئيس البصري. هذا الشيء كنبين لكم، بون كنبين لكم اولا كيفاش حنا كنخدموا باش كنجيبوا داك الخبر، وانا داك الخبر كنت خرجته بحق خرجته، كانت عندي اسبوعيه حتى الاسبوع اللي كان جا عاد كنا خرجنا، ما خرجوا حتى واحد، حتى واحد ما خرج هذا الخبر. وثانيا انا ما خرجت لا سورس ديالي، ما قلتش شكون السميه ديال السيد اللي عطاني هذا الخبر، لكن هذا السيد هذا من ديك الناس ديال باش ينقلوا ديال النظام ديال القصر الملكي عطاني هذا الخبر. وثانيا باش تعرفوا هذا الجنرال حميد العنيقري شنو كان كيعمل، هذا الجنرال حميد العنيقري دباح، ملي كنقول دباح هي الذبيحه، فهمتوني، ماشي جلاد، لا هو جلاد وقتال واللي بغيتو بالحق دباح. شنو غنعاود لكم، الجنرال حميد العنيقري دباح، وديك النهار غنقول لكم شكون اللي عطاني الخبر بان الجنرال حميد العنيقري دباح. ونزيد واحد الكلمه اخرى ودابا تفهموا نتوما، بنك المغرب، الجنرال حميد العنيقري دباح، بنك المغرب. انا كنعرف الجنرال حميد العنيقري اللي كان كيقول الفؤاد علي الهمه في التليفون في تطوان
الصيف ديال 2003 قلت لسيدنا صافي حنا غنقضيو على هاد المغرب، صافي صافي حنا غنقضيو عليه، وانا ديجا في الحبس وانتم ما قضيتوا عليا. ايوا هو هذا، نخليكم على هاد الشيء هذا، ودابا ان شاء الله نرجع نتكلموا على هاد الملفات الساخنه. مع السلامه، الى اللقاء.